الجمعية الإنجيلية في شراكة كبيرة مع هيئة هابيتات من سنة 98 بننفذ مشروع لتحسين السكن عن طريق إن إحنا بنوفر لهم قروض ميسرة علشان يحسنوا السكن بتاعهم بحيث إن هم يسكنوا في سكن صحي ملائم. لكن ظهر في الوقت الأخير احتياج جديد لما عملنا تحديد احتياجات مجتمعية ونزلنا في المجتمعات سواء الوحدة المحلية تبع البرجاية أو الوحدة المحلية تبع بني محمد سلطان، ولقينا إنه في ظل انتشار فيروس كورونا في احتياج لرفع الوعي. ومن هنا جت فكرة مشروع ووش إن إحنا نساهم في رفع الوعي في المجتمعات المستهدفة الثلاثة أبو حنس والإصلاح ودوار شعراوي، وفي نفس الوقت نساعد إن إحنا نحافظ على الصحة والبيئة العامة ونساعد الأسر الفقيرة دي إن إحنا نوفر لهم مية نظيفة صالحة للشرب وكمان صرف صحي مناسب. منظمة هابيتات وحدانات مصر تشتغل في مصر في قضايا السكن من سنة 1939. السنة اللي فاتت ابتدينا مبادرة خاصة بالمية والصرف الصحي والنظافة بالشراكة مع الجمعية الإنجيلية للتنمية المتوسطة في محافظة المنيا. كان الهدف من المبادرة دي هو بناء قدرات الرائدات الصحيات ورفع الوعي في المجتمعات المستهدفة من خلال حملات توعية وأيام بيئية وزيارات منزلية للأسر المستهدفة واستهدفنا 300 أسر. هدفنا السنة اللي جاية إن شاء الله نحن نحاول نوصل لعدد أكبر من المجتمعات ونخدم عدد أكبر من الأسر المستفيدة. حضرت عدة لقاءات وندوات مع الجمعية الإنجيلية بالمنيا، وكنا حاضرين بعض القيادات المسؤولة في البلد وعرضنا المشاكل اللي بتعاني منها البلد خاصة في أمور البيئة والصحة، إن شبكة المياه منذ تركيبها حوالي من 35 عام لم يتم إصلاحها أو تبديلها أو تجديدها حتى تاريخه، ودي عاملة رواسب كتيرة. وتكلمنا إن في ترعة في البلد وسط الكتلة السكنية فيها قمامة وزبالة بتعمل روائح كريهة وبتضر بصحة الإنسان. ما مضاش وقت كبير إلا وفوجئنا إن الجمعية الإنجيلية جت ومعاها بعض القيادات والمسؤولين ودعت المسؤولين عن الوحدة المحلية في البلد هنا في قرية بني محمد سلطان. خدنا تدريب عن الصحة وعن النظافة، دربنا كيف نوعي الستات كيف تهتم بنظافة بيتها ونظافة أسرتها، ودربنا كيف نقدم لها توعية بسيطة في التوقيت حتى اللي هو هنزور فيه البيت يكون توقيت مناسب. بنستهدف الأسر اللي هي ما عندهاش توعية، ما عندهاش ثقافة، عندها مواشي، وكنا بنروح الزيارات المنزلية بناخد معنا حقيبة صحية وفيها الكتيب ده، في شوية صور كل صورة بتوحي الحاجة في الكتاب، وكنا بنربط كل حاجة موجودة في الحقيبة بالكتاب. الكتاب ساعدنا بصراحة كتير خالص. جات وعتنا في البيت وعطتنا هدية وعطونا معجون أسنان وعطونا بتاع الحرارة ده اللي بيقيس الحرارة، وكان فيها كحول وكان فيها كلور وكان فيها صابون وكان فيها كمامة. تعلمنا ان احنا ننظف البيت وننظف الشخصية، وتعلمنا ان احنا كمان نغسل الحاجة بخل كويس ونغسلها حلو تحت الحنفية. كل اللي يخصنا ان الست تبقى فاهمة وتستفيد وتاخد التوعية سليمة. وفي آخر الزيارة نملى استمارة، يعني اللي عندها فلتر اللي مش موجود عندها فلتر، حالة المنزل كانت ايه. بعد ما ملينا الاستمارة لقينا ان اكتر احتياجات القرية ان المياه مش نظيفة، ان كان في ناس عايزة تركب وصلة مياه وتشطب حمام، فجات لنا برضو وخدت قرض على اساس تشطب وتعمل توصيلة. دي برضو كانت من اهداف الاستمارة، والحمد لله الجمعية ساعدتنا في كده. جمعنا كان عددنا 25، اللي بيحب الرسم كان بياخد ويرسم، واللي بيحب التلوين كان بياخد ويلون، وانا خدت رسمه ولونتها. مس مريان علمتنا حاجات كتير عن النظافه، نغسل ايدينا ونغسل اسناننا ونسرح شعرنا وناخد شاور باستمرار عشان الحر والميكروب.
لما نروح اي مكان يبقى معنا الكمامة، يبقى معنا الكحول، ولو سلمنا على حد او لمسنا اي حاجة نعقم ايدينا بسرعة. حضرت جلسة التوعية وشفت فيها فيديوهات عن النظافة، ولما خدت الرسائل واستفدت بيها بقيت انشرها لاصحابي وزمايلي واقرب الناس ليا. نفس البلد تبقى نظيفة وبلاش نرمي مهملات في الترعة. تحت شعار بيئة صحية حياة أفضل ليك وليك، بيوفر قروض عشان تساعد في توفير مية نظيفة وصرف صحي، عشان تعيش أنت وأسرتك في بيئة صحية. ممكن تركب فلتر لتنقية المية، لأن المية اللي مش نظيفة ممكن تسبب فشل كلوي وحصاد. كمان في سخانات شمسية ودي بتوفر كهرباء وأمنة في نفس الوقت. ممكن تاخد قرض تشغل بيه دوس المية أو تعمل خزان صرف في بيتك. أول مرة لي أحضر اليوم البيئي كان تحت عنوان بيئة صحية حياة أفضل لك وليا. كان في توعية إن الواحد ما يرميش الزبالة في المية. كنت حاضر في اليوم البيئي ومن الشباب اللي شاركت في اليوم دوا واستفدت كتير، يعني كانوا مشكورين الجمعية الإنجيلية مع هابيتات مع المجلس المحلي كانوا موجودين، وإزاي نتشارك وننقل قرية البرجية من مكانها لمكان تاني. كان في مجموعة من المتطوعين كانوا بيزرعوا أشجار، وفي مجموعة تاني كانوا بينظفوا الترعة، وأنا كنت من ضمن المجموعة الثالثة اللي بنطهر البوت. كان في كل ادوات النظافه، نظافه الشوارع، كل المستلزمات، وكان في برضو مجموعه من البنات كده كانت بتلون وبتزرع، وشفنا تغيير حلو في بلدنا. فدي كانت حاجه عمليه على الارض كبدايه ان احنا ازاي ننشا بيئه صحيه تليق بكل حد يعيش فيها. ومن خلال اليوم البيئي اللي جمع كل أطياف المجتمع، سواء الأهالي المستهدفين أو الحكوميين أو إحنا كمجتمع مدني، لقينا إنه في احتياج إن إحنا نتكاتف معاً ونكمل المسيرة مع بعض عشان نوصل فعلاً لبيئة صحية حياة أفضل ليك وليك.